عقد في عمان الاجتماع الإقليمي بشأن تنفيذ الاستراتيجية العربية لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء. شارك في الاجتماع الذي رعته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ممثلون عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات المعنية بشؤون الأسرة. وقد صدر عن الاجتماع مجموعة من التوصيات ركزت بمجملها على ضمان دعم الصحة النفسية للاجئين ومناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات. هذه الاستراتيجية غاية في الأهمية، طورتها جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية بالتعاون ومع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويعني وهذا تتعلق بصورة مباشرة بحماية النساء من كافة أشكال العنف أثناء اللجوء والنزوح، وخاصة العنف الجنسي. تحارب أشكال معينة من العنف بصورة خاصة، وهي عدا عن العنف الجنسي أشكال الإتجار بالبشر والزواج القاصرات. نولي أهمية خاصة بهذه الاستراتيجية، نظراً لأننا أيضاً لدينا وطورنا عبر السنوات الماضية ونتيجة موجات اللجوء المتعددة خططنا الوطنية وآلياتنا لتقديم كافة أشكال الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة.